شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف حضروا الورقة والقلم حلوا فزورات اليوم 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 وبالجائزة الحلوة نهنيكم وبالجائزة الحلوة نهنيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم فزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف سلام عليكم وعليكم السلام عطيني قهوة ها والله وعطيني شاهي ان شاء الله وعطيني طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله عطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله عطينا شاهي ان شاء الله وعطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله عطينا شاهي ان شاء الله وعطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار روحوا ابوي هناك عند البشكار رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين وخلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا عجب يمكن مشغول في مسافر خانه في مسافر خانه شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزوره من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف هاي شايب خلف السلام عليكم صباح الخير وعليكم السلام حي الله نعم ابوي وش تبغى ابغى شويه اغراض مثل هيش اغراض مثل هيش كياس بزار ومن طحين ومن عيش وقف عضل وقف عضل جاي انت ابوي ساكن عندنا اقصد هنا يعني معنا مو شايب خلف بدي اتخرف مو انا وبعدني انا اخرف وبعدني بعد شبابي السلام عليكم اهلا وسهلا عضل كيف حالك ما ظل الحمد لله الله يسلمك مرحبا ترى شايب خلف ما عرفني انا بعدني شايب خلف ما تعرف سليم وياخذ شهر بشهر من عندنا مو ذا هيه ليم ولد حمد بن سيف ابو يسامحني العتب على النظر سامحني هذول شوفوا ايش يبغى وين باقي 20 ربيه زين ما قالش حال مو باقي 20 ربيه ما قال لي قال اعطيني 20 ربيه قلت له ما عندي ما اعرف حال مو باقي لهم
لا حول ولا قوة إلا وحدي تعيات من هذا الأولاد. إنزين هو هين توسار؟ ما عرفوا هين سار يا مسي ما كان يخبرنا ما يخبرنا. شايفني خوزي خوزي انتي نوبة سيري لعبي والله سيري تلعبي بيا الصغيرين وتقيني من ناك إلا الفلفل القملانة شايفي فيش حل تراب ولا دويات تعيات وحدي أقوم أسير لي أشوفي شوية أغراض من دكان الشايب خلف والله تعبانة وحدي ولو هو هنا كان ما بيساعدني وبيجيب عني الأغراض لكن ما نافع حال شيء لعين هذا ما نافع زين ما تونتي هاي سارة خلينا سارة اجيب عني شبوبات يقولي لي أنا ما عندي بنات يخرقان من رز الباب هيا نطبي مكانش وحدي بصير مثل الحلال مو أسوي ما نافع عني بشيء لا حال أمارة ولا شغل ولا مشغلة مرة ما أسوي شيء في البيت ما شغل لكن توش أنت بعد جاي تعبانة واسكن تسير تجيب الأغراض أها ومنين ناكل ما شاكل في البيت ما شي سامانة سير اشتري سيري داخل يلا نعم إني تعبانة دوكم نوبة سارة السوق وما فوق شيلة أبوي أواش جيبي جيبي الشلة ناوليني إياها من داخل زين أما هيا بسرعة يعني لو هو كان هنا في البيت كان ما يخف علي هذا التعب أنا لأسير قدام الناس ذاك ومشلشلة بعمري أوفي لكن هذا أولاد مال اليوم مرة ما نافعين ببيسة أبدا ما حال شيء هيا أواش ناوليني الشيلة زين أما جاي زين داش أما قولي لي أبوش جيب باك الحساب ماك اليوم كساوي الحين يجي أخوش ويجي عمش هلك تونا هلك هلك العالمين داش والله العظيم يضولها البيسة يضولها من حيث تكون داكم داش داش سيري قولي لي داكم لا وايدير وايدير شو نسوي يا شايف خلاص ما تبدو لك حبة سيجارة سيجارة ما دوخ خلينا منكم دوخ أدوخ بدو ما دوخ أوه هاي سيجارة سيجارة مع العالي دوخ جرب أنت جرب حبلك يا الله بنجرب سيجارة دي مع العالي يا سلام أقول زين شوف عاد دوخ الله دوخ كل هاي التكاليف مو قلت لك عنها التكاليف كلها هي هاي مع البنية لكن ما خبرتني مال كم حجرة كيف مال كم حجرة شايب خلف مال حجرة واحدة بس يا ربي هذا بغالي شايب حمدان غالي الله يهديك يا شايب خلف انت ما تعرف ان البنيان هالايام غالي لكن يا شايب حمدان انا ابغى اسوي اكثر على الحجرة صدقك. واللي يسوي حجرتين واكثر الناس يخفضوا له ولا يهمك يا شايب خلف ولا يهمك لكن انا اقول عاد تسدك حجره واحده لا 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 ما تسدني تحيد المكان هالايام مستوى ما شال ناس يجوني وايد من ظفار يجون ومن الشماليه وشرقيه ومن الباطنه وكل مكان يجون هي ولا يهمك يا اخوي ولا يهمك انا حاضر ومستعد ما عندي مانع بس انت ابوي عاد زهب الخرده والكوليه زاهبين وحاضرين مره من باكر صبح بنصبح عندك ما لا, لا 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 اصبر شوي اصبر تحيل اغوازي ما بمعي كله ما متوايدات معي في الدكان ولا في المسافر خانه على هواك في الحاره بالدشرات الحاره استاذ حمدان في الحاره على هواك يا خلف يا اخوي على هواك ان شاء الله يوم ابرد ويجمع الاغوازي بطرش لك روحي بطرش لك زين يا اخوي يا خلف عقب ما دام كذا انا اترخص عنك يلا في مال سريح بتتقهوى ما يستوي سيروه بتقهوى احسنت احسنت شايف خلف قهوتك مشروبه احسنت اخبرك على راحتك يلا في مال في مال مال ابوي مال قول شوي يا هود يلا اقول استديته هي استديني يلا انك 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 واحد فضولي السلام عليكم شايب خلف السلام عليكم شايب خلف وعليكم السلام حيا الله بالك كيف حال شايب خلف الحمد لله وصل بخير شيء نعم كيف حالك شايب خلف اهلا ابوي جايب لك حد شيء عندك مكان حال نفر واحد شيء انا بعدني كيف ما شيء اوه فضل نعم شيء ود الريال ود داخل ود زين شو عندوسني يلا اسمك خفيف لا اله الا الله انا ليش دفش دفش اماله ما دفش بس رجولي عاد اقول شيء شايب خلف تحيد بوصيتني علي تحيد ما هو الوستن هي جبتها 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 جيبها جيبها يا شوفها لكن اقول شيء صاها مستعمله شويه يا قديمه ما لا صاد عطيتني العشيه ربيه عشان غلط قد الغلط مو رايك في عاد يلا ما حداته في ديني يلا تلمع شوف شيء
أول مرة لي هنا؟ أهم يوسف أواجيكم عاد ما أدري الدفتر الديون اللي عليكم الدفتر وأكثر من كذا قاعد ما أصبع عليكم راه ماشي إلى ما عادت الوظيفة مهلة كم يوم بس هي عايش بالمرزبة تعالي بالمرزبة يا شايب خلف يا شايب خلف إيش أقول لك أنت عارف أحوالنا وعارف المصروف بو علي وعارف المعاش كم بو أخذ غوازية قليلات مو أسوي ما في يدي حيلة ها ببدي من ولا من شوفي أنا أكثر عن 3 أيام ما أعطنش مهلة الشايب خلف أنت مهمني أسبوع على الأقل كيف أسبوع؟ إيه والناس بو جاي عندي مو أعطيهم والبناية بو جاي يبنون هنتو في السفرخانة مو أعطيهم هي أجيب الفلوس ترى قوازي بتبع ثرات في الحارة وعند الثاني والثالث والرابع ما مهلي أكثر من 3 أيام ما مهلي الشايب خلف أنت تراك صبرت زمان وصبر بعدك ثمان وإن شاء الله حقك ما جاي نوكله أنا أعطيك إياه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله أمر لله لكن ترى أكثر عن أسبوع عادي ما يزيدها أسبوع عادي بيهن ولا يهمك إيه زين ترى البرزة مويونة البرزة جزاك الله ألف خير إيه يلا إيه؟ فما لا عقب الشايب خلف فما لا 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 واجيكم ما ذا الدفتر حتى ها إيه الدفتر هاي والقلم هيدا ما بيت حالك حال يا جماعة رخيص ما مغنين على الناس أحلى لا في شيء عندكم غدا وشيء عشاء غدا وعشاء من برا لكن يا ولدي أنا رجل غريب ما حيد كما تشوفني خلونا ننام يا أخي ها نام من قلم ما تنام هو هذا واحد معك واثنين هنا جالسين هنا ساكنين وانت الرابع نعم ساكنين هنا لكن يا ودي أنا عندي أغراض وعندي سيمان أبغى رفعه عندكم أبوه هنا ساكنين كلهم عندهم أغراض وجالسين المكان أمين ولا الحلال مكان أمين مكان أمين ما يخالف جلس المهم أعطيني اسمك وعنوانك تبغي اسمي وعنواني هي نعم اسمي سالم بن ناصر بس 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 هين تسكن أسكن هنا عندكم أقصد هين المكان هين بلادك يعني تقصد بلادي هي نعم أكتب عندك في الدفتر أكتب يا ولدي نسيت الدفتر المهم بس أجيب دفتر زين وأنت جلس خلي الأغراض هنا زين زين تو أنا بلحقك يا أبهم نازل الدفتر وأنا جاي تزيد بعد جاي تزيد ليه طالب شكلك مسحوب ليه إيش الحالة وابو إيش هذا الحالة من مين هذا إيش هذا مو هذا طايح هنا تحته ده حصلته إيه حاجة طايح من يوسف خلا داخل بيكون جيت آخره طايح من هديكم وهي جيت هي اليوم هنا إيه جيت أي ما قلت لها على الحساب ما قلت لها خبرتها أبو خبرتها وقلت لها لا إله إلا الله وهذا يا بنتي مثل ما قلت لك الشايب خلف قال لي ما ابغى واحد منكم يجي عند الدكان ويشتري سامان الا ويجيب غوازي معه وانا يا بنتي تعيت اوفي من ولا ابدي من ما في ديني حيله ابدا وبعدني قاست الشيء من اللي عسب يعطيني ذا الكيلتين العيش واسترحمنا وعطانا الكيلتين وبعدنا نباقى صبر لين اخر الشهر كذا قال شايب خلف ها اي نعم كذا قال ورجال صدقه يبغى غوازي هي نعم استافي عاد قاعد كذوباته الوالدة ما يحتاج نزاعة تو أنا بسير وبتفاهم مع الشايب خلف عندك أنت تتفاهم ولا تسوي شيء لا تسير ولا عندك خبر صدق رجال يبغى غوازي لكن أقول لك خلاص ما تفاهمت معه ما يحتاج أنت تسير ثلاثة رجال أها تسيره أبوي ما حق يصير يتفاهم معه بس يعطي فلوس الرجال يبغى فلوسه أها ماشي فلوس ماشي غوازي دوكم شوفوا وان جيبي فاضي ما في شيء ماشي لا لا اشتغل ما حالك حال الناس اللي يشتغلوا دقي وتدور بس نهاري اللي تبى تاكل وتدور دوكم نبي هذا ما صارت هذه اشتغل 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 تعبنا مكتب ما ندور شغل ما حصلنا شغل ما شغل ما تسرت تدور شغل شغل لا تروح تلعب وقت هاي الملعونة خذ اطلع من البيت ما ابغى اشوفك انا انا اعطاك انا ايش عين استوت تخلي الحلوطيه شيء رجال في عمرك ذاك موسخ بعمرك ما تسوي كذا ما صبنا انا خذي عنك اطلع عليها صاله ما تبيها انت بدل ما تسال بدل ما تكسر لا خواتك انا غير اقدر اطلع سالة عليك انت وحده ما راح الناس انت بتشك تطلع ليش عيني اشتغل خلي اختك خليها انا طالع من هالبيت طالع لا ما اجي ادقي الى ما اجي انت والله شغل يلا وانت ماشي لا تضربي معي ما عاد تضربي اكبر عنش والله وحده تعب تشتقي نعم تنهجلنا من بعد حياه المرحوم نعم زين ما عليه كان جبتهم عني بيكون عنده اشياء مهمه ولا مهمة ولا شيء عنده صندوق صغير إيه؟ وخلاقي هي المهمة لو بدأ
ليه اخذت اسمه وعنوانه؟ اي خذيت اسمه وبلاده وبس. وعن ولايته ما خبرك؟ لا ما خبرني. ما عليه يكفي. كيف يكفي؟ والباقي؟ الباقي معروف يا فاضول، من هين قال لك هو؟ قال لي قال هي من المندرب. من المندرب. صدقني يا فاضول، من شفت هالإنسان عرفت انه من الشرقية. دهكم هين شرقية وهين معروف، مو بتقول انت؟ قال رجال من المندرب ما قال من الشرقية. لا يتقمص بعد، تراها المندرب من الشرقية يا ندهج. ها انا بعد حمقني بعد، هاي انا مرة على كل شيء. هاك ابو عراف استولي انزين. تراني انا يوم عرفته انه من الشرقية، عرف شكل الانسان، كل واحد من الولاية يجيها عرفه، لانني يا فاضول ما خليت مكانه ما سرت له، كل عمان سرت له. اي الولاية الصغيرة قبل الكبيرة سرت له. انزين يلا عجل خبرني، قول لي ابغى اكتب اسمه. ايه يا فاضول تصير تشوف هالولاية هذه، شو اشياء عجيبة عجيبة. ايش اشوف فيها؟ ايش اشوف فيها؟ قول. بتشوف فيها ذاك المناخ الجميل وذيك الخصوبة. يا الله انا بتو بتقول لي ذيك الجبال وذيك. لا لا لا، جبال ما شايفيها ابدا. هي كيف ما فيها جبال؟ لا هاي جبال ما فيها. أبوي هاي اللي فيها يا فاضول، هاي المنترب فيها آثار وفيها قلاع تشتهر فيها المنترب. لا والأفلاج يا فاضول، ولو عسى السيل ما يطيح طول السيل البر، أفلاجها بر ما تنشفع. يعني السيل إذا ما طاح طول السنة اي نعم أفلاجها ما تنصح. البر حصلها دائما زينة ممزورة مرة كيها فاضي من فوق لفوق. أما ترك شوقنا على هالبلاد جايب خلف. أبغى أعرفه خبرني. ايه وانا اخبرك عنها، تصير عند الرجال راعي المنترب وحده وقول له عن اللي سمعته مني انا كله، وهو بيخبرك عن اسم الولايه. هاي الولايه معروفه ما حد ما يعرفها، سهله. البنية كل مرة ضاربونها الغتر، ما تسمع يوم حد ينهلها. عايشة زينة ما جاية جاية. فعلي شين سرتي ما سمعي؟ مالي شين سرتي؟ خير أما مو هنا. خير مالش ما تسمعي من ذيك الساعة قاسنهم. أنا هنا مالي. إيه على ذا الصوت بعدش ما تسمعي ما أقول شيء. هنا أقول شين يوسف بعد غافي. تعالي أهو علي، كان بعد لين تو غافي أبوي إذا مسوي بخارنا مرة ما يبغى يقوم من رقاد. سيري سيري نهضي ان شاء الله. يوسف او يوسف يوسف يا ولاد قوم، ما بسك من النوم يا يوسف. يوسف قوم. لا مو فيك الولاد، مو فيك. ماكو قوم. لا باقي بعدين. باقي قوم انزل سارة اسوي لك الشاي. مو أنا معكم؟ وما هو أنا بابو معنا؟ نواعي نصبحون على انتو ما نغسلها؟ زين وانتي مو يخصش قاسم تواكله؟ يخصني كيف ما يخصني؟ لأن كل هذا بيطرح على راسي أنا. يا ربي عصرنا هذه القرضية ما سهلة؟ فطوم هي تو بتقولي لي فطام سير غسل الصحن والكوبات، فطام سير يجمع البيت، فطام سير معرف مو. لا حول الله، مرة أبوي يسمعها تو بيصدقها، بيقول كنا أشغال البيت والوساخة اللي عليها هي. هي عقب مو أنت ما قلتولي سير غسل الصحن اللي كليتي منه؟ يا الله هذه البنية لسانها أكبر منها مرة، تقولي كأنها عجوز يوم تتكلم. إيه يلا ما يعجبها يوم حد يقول لها شيء. ظهري قام يعورني. مالش ما خير منا الحلال شوية ظهري يعورني. خلي قوم ارتاحي. خلي مو ارتاح بعد من جاي يشتغل عني. قوم انا بسوي عنش. قوم خبريني اخوش قام منه. لا بعد ما قايم فسر اسوي له الشاي يعني. زين قبل اسوي له الشاي شوية بطرشش السوق. هين اسير؟ سير هناك ابوي دكان الشاي بخلف، امس وانا كنت هناك في السوق نسيت الكراع عنده، حيث انه ما هاين يعطينا، ما هاين عليه يعطينا اغراض، نسينا الاغراض عنده في الدكان. زين ان شاء الله سرق. وين ساره مغير الحاف؟ سر لبسي ليسوش.
اخ عليك البنات بعد الزمان تو. اسمعني كعب هلا كعب هلاك هلاك يلا ايش معك ايش معك قلدني ما اسوي قلدني الله يجازيك قلدني ترى مسح قلدني يا فوق ذاك ومستحي يا اسمح لي اسمح لي تراك اسمح لي مو اسمح لي قتلتني يلا يعني يا انت يعني باقول لك من زمان ومستحي واحدك ابو يستحي مو في يقول واحدك ذاك مو مخدر بق يعني اقول لك يا تعبان تعبان سير ابويا تحت انا تعبان سير انا بجلس في الدكان جالس لي تعبان وتعبان مو مدعب ما قصدي قصدي انه هلاك من الفرضه للدكان لمسافر خانه لبيت ام يوسف هلكت لي تعبت لي تراك تعبت تركت اعرف انا اعرف هاي الحتي عليش عارف انك ما علي ان شاء الله شهر جاي بزيدك ما علي ادخل لا ما باغي فلوس دام فضلك فلوسك واقده عجب بس ما اقول لك ما احد يساعدني يا اما يكون في الدكان ولا مسافر خانه هلاك 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 تعب نفر واحد يصير الفرضه يصير البنك يصير من هنا هذا حرام عليك يا تعب يا فاضول يا ولدي من هين من حصل رجال كما كنت امين وزي من هين يا ولدي محصل انا محصل تاني وقايب انه ايه محصل هي نعم خليه يجي يا باكر باكر بيصبح ان شاء الله وما عدنه انا ما عدنه بس الا انك انت توافق عليه وبس اذا جاني ان شاء الله بنشوفه اذا كان زين رجال امين ما يهمك امين امين وحدي شوفه وبجيب لك اياه هنا وبتشوفه بنفسك واسمع انت خليه يجي لي باكر وتو انا بسير هي ساير اسير عند حمدان من ده حمدان صبر من عند حمدان حمدان البناي ايه مو عموه ما جا يصبح اليوم هو الكولية الحين لازم نصبح يجون يوم يشتغل وما جا يصير اشوفه توكل على الله توكل فطوم فطوم حبابي تعالي شوي اقولش تعالي تعالي جلسي في الباني شوي تعالي تفهم معاش فطوم امس انا رحت السوق وبغيت اشتري لك حقه حلوه وغاويه وجميله هذاك الحقه اللي يفتحن ويغمضن شفتيه انتي يلا انا بغيت اجيب لك واحده لكن ما شيء مع الاسف لغوازي نقصن لغوازي نقصن نقصن لغوازي انزين يعني بتجيبها اليوم نعم انا اجيب لك اياها اليوم لكن اقول لك شيء واحد ايش تقولي ان هذا الغوازي بخليه معي وانا بودك من عندي غوازي واجيب لك بدل واحده انت انا اجيب لك انزين تقصد بتجيب الحقه على حسابك يعني بتشتريها وحدك صاني على حسابي اجيب نعم من على حسابي على حسابي لكن بس هذه خليها عندي الغوازي خليها عندي انا بودك من عندي واجيب لك ثلاثه اجيب لش. نعم ثلاثه اجيب لش. لكن انا عني كنت قص علي ما قص علي شي قص على اختي فطوم انا قص انا ما قص على شبابي لكن اقول شيء واحد اها وتقولي حالي مش واختش اني انا تراني اخذت لك غوازيش انزين لكن دير بالك تقص علي ما قص علي حبايبي ما قص علي هبطي شوي انتي هبطي اجمع ذي الغوازي هنا ذي كلين بو عندش بس كلين ذي ايوه ماشي غيرهم اشتري لي سته سا اشتري لي سته اشتري عشره اه عشره بعد ما اقوم اشتري هذا شويه ذي بقي غوازي واجد عشره اشتري ثلاث بس سته انتقل سته اذا حصلنا غوازي ثانيه ندور شغل بعدنا يلا محلاها عند الغوازي من زمان ما حصلت هذيلي يلا محلاها يلا 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 عاد بسك فطوم ضولي ضولي باش ضولي واشتغل الشقه غيرها زين ضولي ما شيء احل حقي يلا بسم الله حمد بن سيف علي 10 ربيات 10 ربيات منو 10 ربيات مال قهوه وطحيت منين ونص وعيش هذاك الشهر 3 مليون واليوم ما اخذ نص من عاب علي واجد لا غير مو هنا شي 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 وعشر عشر مو هنا غير فاضل
مو غير مو غير مو غير مو كيف حالك قول فضل؟ فضل اهلا عنيتر كيف حالك؟ كيف 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 حالك؟ الحمد لله بخير. طيب اما اسمي قدوة حلال تو جالسين نطريك عند الشايب. ده ده حصلت لي شغل؟ ما انا ما حصلنا لك بتشتغل عندنا بتصبح هنا؟ هنا عجب شايب خلف شايب خلف ساري صلي تو بيجي انت حرصه الحرصه لا عيب كلاك انا عندي شغل يا فاضل اعطيني شغلك سعر من نت فاضل عندي شغل هلك تقول انت سامنا اسمع اقول لك هالكونة هذا والله العظيم هالكونة مو باغي مو باغي انتوا اي صح اقول عجب انا بسير عندي شغل واجد المهم وباجي اخلى مره شوكم عندي شغل واجد نزل تحيد البيت انت تحيد البيت بيتنا بيتكم انتوا هي تحيدوه كه ما يعرف انا كل يوم تشوفني طلع بحيث السكه ما لا تنسى اعرفك انا انت بلد وين العقل وين العقل ضربه وين العقل ما مدي بكم حيانكم انتم ودي الوجوه ما اشتنكم ولا هذا الحاره ما تشتن من البر ماشي تف بعد ناس داخلين العور ما تشوف يا بدي مش مستقيم لا اله الا الله محمد رسول الله دوش وسلم على ابوش ها وابو المواضع مالك لا سيول سيول هاي واحد بعد واحد ضرب مني العش ودعمني كسر لي كتفي يلا لا حول ولا قوه زين تو قال رجال ابو خبرتك عنه تو اي رجال قبل شويه تو قال اي رجال عنتو ايه عنتو متى جاء تو قبل شويه انت تو هو مقفي وانت جيت زين وخبرت انه يجينا البيت يجينا البيت في الليل اي في الليل هيشتغل معنا ان شاء الله ان شاء الله الليله عجب شوف هذا عن ثور بنخليه حال السامان الثقيل اي اللي انت منظر عليها ايه مو تقول اي حال السامان الثقيل حال السامان الثقيله آه. ان شاء الله نعم بنتي مو تبغي امي تقول نست عندك كيس في بزار وتقول لي عطيني اياه من امش امي ام يوسف ايه بنت عبد الله بن حميد الله يرحمه ما شاء الله سويت حريمه يا بنتي الله يبارك فيك ويخليك ان شاء الله اوه فاضل ها مو هناك حصل قرطاسه حيل تسمي الناس وناستنا ام يوسف جيب محل بنيه واقفه تراها بنت هنا بنت تسمي ماشي هاي هيا جيب لها دوش خلينا تدفع ابو عليها دوك هلكتونا زين احسن ما شاء سن. الله ما شاء الله جلال وجمال الله يخليه ان شاء الله هاي ما فطوم فاضل هاي فطوم ذي عواش ذي الكبيره ايه عواش والله من زمان ماشي بس عجب ما تجي هنا اشوف الايام ما يخلوها تطلع صارت حريمه عريس صارت ايه من كذاك ما تجي يلا جيب اطلع خلق تذكرتنا بعد خلق بنروح معد الحق من؟ معد العنتار يجينا البيت زين بعد وقت يا فاضل خلق ولد الحلال جيبه دوك خلق سلع شوي راسي شوي داير راسي دوك بتعطيني ولا صاحب عمك خلق دوك ابوي دوك دخل لا يلا انك هلكتني انك مشطط خلق يلا انت وحدك تشوف انا ما اشوف كم اشوف انت يوم ما تلبس كشمه هيك كشمتك انت مو تفيد الكشمه واحد بو يعشي بالليل ما تفيد الكشمه ابوي مين قال لك ما تفيد الكشمه الكشمه تفيده ابو مثلك انت ابو في العشو خلا دوكم دوك اشوف يلا ما خلا دوكم هلا يا الله امشي منها يا الله انا ما قايل لك هالقنديل هاي طفيه ها هالمنافق يدهم خلينا
ترى انا ساري لنصلي ما ساري مكان بعيد. زين عرفني خاصتين هزمة حالي كرام. لا اله الا الله مالك. اي قاعد اي خسارة. اي لا مخطوط. خلي هذا بلقي سبقوني بلقي كيف فرها دوكم تولت وان. يا الله اليوم عاد ما بيجين رقادة يزهرني صبعي. زين داوي مو بعدنا بس. بيش اداوي بيش. باي دين. زين ذكرتني. زير اخلاف ناخذ ندخل الحينة. حيث الكبت. هناك في مندوز. فتحي بتحصل في قوطة في مقل. وجيب لي اداوي بالمقل شيء. مقل؟ مقل. يا الله. خلي. وشي زين. يا الله. صبعي. ظفري انقلع ظفري. يا الله يا فاضول انك كنك. الله يجازي ابليس خدك واحلى كذا يسوون كذا اي ترترني في السكه واقول لواحد واحد شوي علي مره يسحب مسحه نعم حبني اكها احصاها اكيش خلي صبعي الظهر شو قدام يا الله هينك فاضول هينك يا الله تعال هينك تعال لا قوه الا بالله دك دك هو ذا المكل دك ماله القل؟ مو فيه؟ إذا هو ذا المقل أول مرة أشوفه ويطلع الحقيقة يلا دول لازم تقعد دول وبعدها ريحته مو ريحته ريحته لك ما شفت النمونة هذا خايس؟ خايس ترى هذا بيسوي لك روح أكثر من لازم يلا هاي خايس ترى لا ريحتك خايس على وتشوف بلادي بتعجب يا سير البلاد حلوة جميلة يا الله يا بلاد لو تشوفها يا فاضول ما ودك تطلع منها نعم ما ودك لا والله هي نعم بلاد فيها بحر يلا خلو هي فيها بحر هي المقل هي دور بلاد فيها بحر هي بعيد البحر هاي دور ما دارها جبال فيها مياه فيها ذيك الخيرات الله نعم عليها بذاك الجمال الطبيعي نعم بلاد الناس تصير لي كشته اي نعم كل مكان يجونها من كل مكان هناك نعم انزين فيها رطب فيها خضار انبي معرض فيها كل شيء فيها لكن نعم شيء واحد هاي نخلة الاخصاب ما تثور فيها البر امو نشتري من البرودة وبعدين هاي المقل حارة هناك حارة كاملة اسمها حارة المقل لا اله الا الله وانزين الناس ابو فيه هذا يعني ما يستأذوا من ذا الخلوس هذا ويستأذوا ترى يدور مغارات بعيده مغاره طويله ثم مغاره اسمها جرف المقل مغاره هاي في البلاد هذه والبلاد هاي اسمها حاره المقل وفيها هاي المغاره العيون الطويله لا اله الا الله زين واخلاء كيف اقول لك بعد اسمه فيها حصن مشهور بالولايه حصن عود اسمه حصن العوينه حصل لعوينه بس يوم تكلمني شوي زحف هذا زحف شوي امزح فينا بس اعطاك وصل عن بلاده انا اخذ فكره عن ريحته ويقول بلاده كما بلاده هو احسن تراك شوقتني لكن بس هذا المقل هو مضيع بمخي مخرب هذا وحصله ازحفه منه زحفه ترى دواء يا فاضول لكنها بلاد جميله دور ما دار جبال وذيك المياه شلالات نعم ترتاح يا مسيده زين هذه البلاد كبرها كبر العريانة قم سير سوي شاي قم سير سوي شاي قم تعال سلي العريانة قم ما 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 ماشي سكر ولا حليب شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم